زوار موقع المنبر الرياضي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه السيد بلال حبان عضو جمعية تيزنيت للصدقة والرياضة بمناسبة اليوم الافتتاحي للدور الرمضاني لدور المرحوم محمد قسعيد المنظم في نسخته 11 تحت شعار دور المرحوم محمد قسعيد دوري الطاقات الواعدة. إذا سيد بلال حبان مرحبا بك على موقع المنبر الرياضي. في البداية بغيناك أنك تعطينا كلمة بمناسبة اليوم الافتتاحي هذا، وأشنا هما أهم مميزات ومستجدات ديال هذه النسخه هذه ديال دوري المرحوم محمد قسعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نشكر المنبر الرياضي الذي هو حاضر دائما معنا في كل التظاهرات الرياضيه التي تنظمها الجمعيه، سواء من حيث يعني للبراعم او للفئات يعني الكبيره. بالنسبه لدوري المرحوم قسعيد، كما تعلمون هذه السنه يعرف تنظيم النسخة 11 والذي يضم 20 فريق، ما يعني موزع على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 5 فرق بعدما أجريت القرعة في شهر أبريل الماضي والتي حضرها يعني رؤساء الفرق المشاركة. ثم بالنسبة للدوري أنه يهدف في يعني صميمه يهدف إلى تنشيط الحياة الرياضية بالمدينة، ويهدف كذلك إلى خلق جو رياضي رمضاني ليلي يشارك فيه مجموعة من الجمعيات الرياضية من مختلف أحياء المدينة، والتي يعني والدوري بصفة عامة كذلك فإنه يهدف إلى جعل هذا الملتقى هو للتعارف والتآخي والترابط والتلاحم، وكذلك يمكن أن يكون الدوري كذلك يعني رافع للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي. الدوري كذلك يعتبر أو يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم القاعدية، ومن خلاله كذلك تطعيم مجموعة من الفرق المنضوية تحت لواء يعني العصب والجامعة، كذلك الجامعة الملكية لكرة القدم. بالنسبة لهذه السنة فعرف يعني مشاركة فرق رياضية أو جمعيات لم تشارك في الدورات السابقة، نذكر من بينها الجار القسنزكي ويعني عودة اتحاد ولا الجرار إلى الساحة. الجوائز كما العادة جوائز هي ستكون جوائز تشجيعية تحفيزية تكون في المستوى بالنسبة لهؤلاء البراعم المشاركين في هذا الدوري. إذن شكرا سيد بلال حبان عضو المكتب المسير لجمعية تيزنيت للصدقة والرياضة، كنتمنى لكم حظ موفق إن شاء الله في هذه النسخة. شكرا جزيلا، وكما لا يفوتني دون أن أشكر جميع المدعمين أو الفاعلين الاقتصاديين المدعمين للدوري، نشكر كذلك عملة إقليم تيزنيت والمجلس الجماعي للمدينة، السلطات المدنية والعسكرية، رجال الوقاية المدنية، تجار ساحة المشور، المنابر الإعلامية التي جاءت لتغطية هذه الحدث الرياضي، ونشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في نجاح هذه التظاهرة، وشكرا.